معرض جايتكس من اهم المعارض بالنسبه لنا وبالنسبه لكثير من العالم. كشركه الجاكيز نحن كل سنه من اول ما بلش معرض الجايتكس نحن مشاركين فيه، والسنوات السته الاخيره كنا الاوائل، وهالسنه باذن الله كمان نحن حاطين براسنا نكون الاوائل مثل كل سنه. مثل ما عودنا زبايننا عاملين اوفرات كثير حلوه، كل 12 دقيقه اي كاستمر بيشتري من عنا عم يربح تلفزيون بين كيو 32 انش، بالاضافه للعروض والهدايا القيمه اللي بياخذها مع شراء اي جهاز. هاليومين تقريبا مبيعات منيحه، بس ما يبين شيء هلا لاخر 4 ايام مثل كل سنه. ساعتها المنافسه بتشتد اكثر، وسيل العروضات كمان بتقوى، بتتغير موازين اللعبه كلياتها. بالنسبه لهذيك السنه كنا افضل انجاز بنحققه، وهالسنه كمان متوقعين نحقق 15% افضل عن السنه اللي مضت. طبعا هاي السنه سيد عمر مشاركتنا هي الثالثه، وان شاء الله احنا متوقعين ان شاء الله السنه القادمه ان شاء الله بنستمر في العرض ان شاء الله باذن الله. والحمد لله عدد الجمهور هاي السنه اكثر بكبير من السنوات الماضيه، والحمد لله هاي السنه مشاركه الشرف دي جي ستاندين اثنين، السنوات الماضيه كان ستاند واحد، والحمد وفي اقبال كبير من الجمهور هاي السنه، ومتوقعين عدد المبيعات بتكون اكثر بكبير، وعندنا تخفيضات وعروضات كثيره وهدايا قيمه جدا. مثلا الزبون اذا اشترى 100 درهم يعطونه كوبون اسمه يدخل في السحب، والحمد لله الامور كلها طبيعي. واللي يميزنا شرف مجموعة الشرف دي جي من المجموعات الثانية، طرحنا الجهاز التقني الجديد اللي هي MSI لابتوب سبورتج جي تي، اسمها MSI 6A3، طبعا فيها 16 جي بي. الناس اللي تحب الألعاب الإلكترونية سرعة التقنية فيها الألعاب جدا سريعة، فهاللي يميز هذا الجهاز من بقية الأجهزة الثانية.
جاي بتفرج، سمعت عن عروض كتير، انا بدي تلفزيون بدي موبايل، جاي بتفرج شوف انه سمعت انه فيهم كتير عروض حلوه وكتير ميزات منيحه يعني، فجاي اتفرج شوف اذا I can score a good deal ولا لا. جاي يعني نشوف عروض اللابتوبس وشو في عروض حلوة هالسنة نازلة، وبالنسبة لعدة ماركات مثل اتش بي سوني كذا، يعني بالعادة أنا كل سنة بيجي على جايتكس، بس ضل كل سنة بضل كل سنة عروض أحسن، فالواحد بتطلع يعني بشوف شو في عروض كذا، شو في ممكن أوفرات أحسن يعني من الحالة.